أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. ونبدأ مع محافظة النجف، حيث طالب المتظاهرون هناك وأكدوا في بيان لهم رفضهم استهداف الناشط ضرغام ماجد من قبل أفراد حماية النائبة سهى السلطاني عن الكتلة الصدرية، كما طالبوا بإيقاف الدعاوي الكيدية أو الدعاوى الكيدية ضد المتظاهرين، وطالبوا بإيقاف هذه الاتهامات وهذه الاعتداءات ضد الناشطين. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. من ثوار النجف بما يخص معتقلي العزيزين، هاي رسالة، وكانت الرسالة الثانية هي إيقاف الدعاوى الكيدية بحق ثوار النجف وثوار العراق عموم. الرسالة الثالثة كانت ما يخص الاعتداء على دكتور ضرغام ماجد ويوجب، هاي رسالة وصلت، وإذا على أساس اليوم 8 بالليل إذا ما تم التحقيق أو كشف الجنات راح يكون موقف للحل، وإحنا نقول لهم موقفنا وياك، وراح يكون للنجف موقف باتجاه موضوع زيد الأسد أيضا إذا ما خلص هذا الأسبوع، لأنه الأسبوع والأسبوع خلص. تمام، بالنسبة لكبار المحافظات نقول لهم إحنا وياكم باكر أمام المحكمة الاتحادية بخطوة مركزية. في محافظة بابل استنكر المتظاهرون هناك في بيان لهم الاعتداء ضد الناشط ضرغام ماجد، وطالبوا بمحاسبة الجهات المتورطة باستهداف الناشطين، كما حملوا الحكومة والجهات الأمنية مسؤولية الاستهداف الممنهج لمتظاهري تشرين والناشطين، ودعوا إلى الخروج بتظاهرات حاشدة يوم غد الثلاثاء في محافظة بابل. مقطع انتشر على منصات التواصل في العراق من محافظة بابل، دعونا نشاهده مع بعض. الجريمة الغادرة التي ارتكبها حماية النائبة سهى السلطاني بحق قائد اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة الدكتور ضرغام ماجد، فإننا ننذركم بضرورة إلقاء القبض على الجناة بأسرع وقت، وعلى قيادة شرطة بابل والدوائر الأمنية تطبيق القانون وتقديمهم للعدالة والإعلان عن اعتقالهم عاجلا، وإن لم تنفذ أوامر إلقاء القبض خلال 48 ساعة فإننا نحذركم من نزول المد البشري العارم المحب والمساند للضرغام ماجد من شمال العراق إلى جنوبه في بابل، ونحمل الحكومة المركزية والمحلية والقيادات الأمنية مسؤولية أي خرق وأي دم يراق. ولذلك ندعو جميع العشائر الأصيلة والوجهاء الأساتذة والأكاديميون الكسبة والموظفون وجميع أحرار العراق من كل حدب وصوب للنزول يوم الثلاثاء المصادف 15/3/2022 الساعة 3:00 في محافظة بابل. وغرد عراقيون على وسم مع مهلة بابل تضامنا مع الناشط ضرغام ماجد وبقية الناشطين الذين يتم استهدافهم بصورة ممنهجة في محاولة لتكميم الأفواه. ومن التغريدات نقرأ على تويتر تحت وسم مع مهلة بابل، المهندس محمد العراقي قال: إلى متى هذا الإرهاب على الشباب الذين يطالبون بأبسط حقوقهم أوجعتهم المطالب؟ لذا هذا ردهم أخونا ضرغام، حقك أمانة علينا. محمد قال: جرائم التيار الصدري لابد الوقوف ضدها من قبل الأحرار. حسين نديم الجواهري قال: مع مهلة بابل ضد كل الفاسدين، ومن استباح دماء الأحرار. حسين القاضي قال: أمامكم 48 ساعة فقط لإمساك القتلة، ما بعدها لن يكون كما قبلها. دعونا نذهب إلى ملف آخر وفي العراق ومع استهداف المتظاهرين والناشطين. انتشرت مكالمة هاتفية على منصات التواصل الاجتماعي في العراق مع أحد متظاهري العزيزية في واسط المحكومين بالإعدام، وهو يؤكد تعرضهم إلى أقسى أنواع التعذيب من قبل القوات الحكومية، وطالب باسترجاع كاميرات المراقبة مراقبة محطة الكهرباء لإثبات براءتهم من تهمة قتل ضابط في وزارة الداخلية. دعونا نتابع هذه المكالمة.
نحن مظلومين. حتى قوي هذا. على صوتك. نعم. في العاصمة بغداد خرجت تظاهرات حاشدة في ساحة النسور رافضة لحكم الإعدام الصادر ضد متظاهري قضاء العزيزية في محافظة واسط، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي العزيزية. نتابع هذه الصور من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد. تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم من علق وقال على منصة فيسبوك: كغسان أحمد قال: مع كل أسف يقول قضاء مسيس، أين دماء شهداء تشرين؟ يقول يوسف العراقي: يقول أبو المخدرات ابن المحافظ يطلع ويسافر خارج العراق، يقول خوش عدالة وخوش دين. أما مصطفى يقول عادي، ذولا ينحكمون إعدام، والألف شهيد اللي قتل القتلة مالتهم يفترون بالشارع. بيان قالت: قدرتهم على الأبرياء، روحوا اعدموا تجار المخدرات، لو اللي قتلوا المتظاهرين تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نذهب إلى ملف آخر، ومع ملف الخريجين في العراق، حيث خرجت تظاهرات حاشدة لخريجي معاهد النفط لدفعتي 2020 و2021 أمام وزارة النفط ببغداد للمطالبة بالتعيين وفق قانون التعيين المركزي. هذه التظاهرة تم الاعتداء عليها من قبل القوات الحكومية في محاولة لتفريق المتظاهرين. دعونا نتابع هذا المقطع من بغداد. تفاعل عراقيون على وسم تعيين معاهد النفط تضامنا مع خريجي معاهد النفط المطالبين بحقهم في التعيين. دعونا نقرأ بعض التغريدات تحت هذا الوسم. علي الميرزا قال: لم نرى الاهتمام والإنصاف لنا ونحن نطالب بحقنا المشروع وهو التعيين، كفاكم يا وزارة النفط هذا الظلم. أما ياسر فقال: طلاب المعاهد النفطية عازمون على عدم إنهاء هذا الاعتصام إلا عند إطلاق أمرهم الوزاري الذي يضمن تعيينهم على ملاك وزارة النفط. يقول أحمد: رغم كل الاعتداءات ما راح نتنازل عن حقنا. عمار يقول: من نخبة طلبة العراق أصحاب المعدلات العالية يرد عليهم بالضرب بالعصي والهروات لمطالبتهم بحقوقهم تعيين معاهد النفط. نذهب إلى ملف آخر وفي العراق أيضا، ونتوجه إلى تهديد نائبة. طالبت النائبة عن تحالف في السيادة عائشة المساري
طالب الزعيم الصدري مقتدى الصدر بمحاسبة ومحاكمة النائب عن الكتلة الصدرية علي الساعدي بعد تهديدها بالقتل من قبل شقيقه واعتداء أفراد حماية النائب على أفراد حمايتها بسبب الخلاف على مشروع ماء وإكساء شارع بمنطقة بوب الشام في بغداد في محاولة لنسب الإنجاز. دعونا أو لصالح كل طرف منهما دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق فلنتابع. انه احد النواب الدائره السادسه هددنا بالقتل وكذلك تم طردنا من قبل يعني من قبلهم وهذا النائب هو ينتمي الى كتله تدعي الاصلاح. طبعا هذه الكتله هي مع الاسف الشديد لو تسمع بكلام هذا النائب وتصرفاته لتبرأت منه. انا ادعو السيد مقتدى الصدر الى طبعا إلى محاكمة هذا النائب لأنه يتعرض للنواب اللي يقومون بخدمة الناس. هذه المنطقة مناطق محرومة تماما من الخدمات، لكن مع الأسف الشديد عندما يأتي نائب من أجل خدمة هذه المناطق يتعرض للقتل والتهديد والطرد. مطالبة النائبة عائشة المساري التي تمثل السلطة التشريعية كما يفترض في العراق أثارت استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حول هذا الحال الذي وصل إليه البلد بأن تطالب نائبة فيه زعيم ميليشيا لمحاسبة نائب ينتمي له دون اللجوء إلى القانون الذي استباحته الميليشيات كما يقول العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا هذا الاعتداء والتهديد جاء بعد أيام على اعتداء أفراد حماية النائبة سهى السلطاني كذلك على الكتلة الصدرية والتي ينتمي لها النائب علي الساعدي على الناشط درغام ماجد وتحدثنا قبل قليل حول هذا الاعتداء والمطالبات بوقف هذه التهديدات. من تعليقات الجمهور العراقي حول تهديد النائبة عائشة المساري أزهر يقول إذا أنت نائبة بالبرلمان وتناشدين يعتدون عليك المواطن الفقير وين يولي يتساءل. حيدر يقول الأمر طبيعي هذا ديدن السياسة والإصلاح ويجب أن يستمر التهديد والوعيد وكل من يخالف حال الدكتور ضرغام. أحمد يقول بلد تحكم عصابات. تعليق آخر لياسر موسى يقول ترى هاي العركة مو لمصلحة الشعب أبدا والله هاي لمصلحتهم بيها بوق لو بيها فايدة لهم. نذهب إلى أنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الضوء على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على العراق ومحيطه العربي والارتفاع الذي يشهده العراق بأسعار المواد الغذائية. الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على العراق ومحيطه العربي. دعونا نتابع. We'll be right back.
تفاعل مغردون عراقيون على وسم خريج قديم ضحية فساد 19 عاماً تضامناً مع مطالب الخريجين القدامى الذين لم يحصلوا على أي فرصة للتعيين على مدار سنوات من تخرجهم بسبب الفساد وسوء الإدارة العامة وعدم الاستجابة لهم. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. أسيل تقول: نحن شريحة من الخريجين دفعنا سنوات من أعمارنا ضريبة الظلم وفساد الحكومات المتعاقبة، ونحن نطالب بحقوقنا المشروعة أسوة بالآخرين. أما علي فقال: الخريج القديم طاقة مهملة يجب الانتباه لها وإعطاؤها حقها في التعيين، لذا نرفع صوتنا عاليا لنطالب بحق سلب منا لأعوام طويلة. أسرى تقول: أنصفوا خريج قديم بموازنة 2022، أعوام من الفساد والمحسوبية والرشوة بالتعيين دفع ثمنها الخريجين القدامى، الخريجو القدامى أجبرتهم على الجلوس قصرا وحرموا من فرصة التعيين، وقلت فرصتهم وأعمارهم وقلت فرصتهم وأعمارهم بتقدم مستمر، نطالب بحقنا في التعيين، كفى تهميش لنا. أما المحامي السامر فيقول: إلى متى هذا الإقصاء؟ أو المحامية سمار تقول: إلى متى يدوم الإقصاء والتهميش الخريجين القدامى؟ أما آن الأوان أن تنهي الحكومة محنتهم ومعاناتهم؟ تتساءل. والآن إلى القصص المنوعة. أول مفاعل يطلق في أوروبا منذ 15 عاماً، هل ينجح الغرب في الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية؟ المزيد مع تقرير للجزيرة نت. لماذا الطائرات المدنية دائما بيضاء اللون؟ هل فكرت يوما في إجابة هذا السؤال؟ الإجابة مع تقرير لمنصة سي، فلنتابع. Thank you.
وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.